بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. إذا مشاهدينا الكرام، تعلن انطلاقة الشوط الأول للأبكار اللقاية من مسافة 4 كيلومترات ضمن هذه الشارة، شارة الاتحاد العماني لسباقات الهجن. نطلب التوفيق لجميع المشاركين، ونسير بكم إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط مع بروق لناصر بن علي بن خادم الزرعي، من يقدم بروق. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، ثاني الأسماء كيف علي بن عامر البطوني على المركز الثاني، والمركز الثالث نوادر أحمد بن علي الينابي على ثالث الأسماء وثالث الشعارات. بينما ننتقل إلى المركز الرابع، الحاكمة سالم بن راشد ود الخيزران هنا مع المركز الثالث مع رابع الأسماء بهذه اللحظات. ولكن ننتقل بكم إلى المركز الرابع، هنالك وصلت الحاكمة مع رابع الأسماء. والمركز الخامس أرى هنالك الشاهينية إشهاب بن حمد الغيلاني. هذه النتيجة. إذن أيها الحفل الكريم، نداءنا الأول للخمسة الشعارات، للخمسة الأسماء المنطلقة بهذا الشوط. يا سلام، نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول مع بروق يا بروق مع ناصر بن علي بن خادم الزرعي. روح يا ابو علي، ركز على هذا الموضع المميز، على موضع الفوز والانتصار، موضع الناموس. هنا غائدة لهذا المسار. بينما المركز الثاني وصلت كيف على ثاني الأسماء، كيف لعلي بن عامر الأبطوني على المركز الثاني. والمركز الثالث الحاكمة سالم بن راشد ود الخيزران مع المركز الثالث بهذه اللحظات. بينما المركز الرابع، رابع الشعارات، رابع الأسماء، أرى هنالك أيضا الغادمة الشاهينية أصبيح بن راشد الغيلاني. ولكن خلاص بروق بدأت هنا تبرق على المركز الأول، بدأت تغادر مع الصدارة الأولى ومع المركز الأول. ناصر بن علي بن خادم الزرعي، من يتابع بروق بهذا الاندفاع المميز مع الشوط الأول. والشوط الأول حضر له ولامة نقوة تصايل ضمر مثل الريام، طافا يقاد العرض يمشي النظام، وصفا على حبل من الضغط ينسى يا ابو علي مع بروق. من تنطلق هنا، من تسيطر على هذا الشوط؟ غائدة هذه الاسماء، غائدة هذه الشعارات المميزة مع ناصر بن علي بن خادم الزرعي. بينما المركز الثاني هنالك كيف علي بن عامر الأبطوني قادما يقدم كيف على المركز الثاني. والمركز الثالث الحاكمة سالم بن راشد بن خيزران على المركز الثالث، من يقدم لنا أيضا الحاكمة. والمركز الرابع أرى هنالك نوادر أحمد بن علي الينابي. ولكن وصلنا وين؟ الكيل الأخير يا مضمرين، كيل الرقص، كيل الامتحان، وفيه الدلائل. تكرم ولتان يا أبو علي مع بروق ناصر بن علي بن خادم الزرعي. ولكن كيف تقدمت كيف علي بن عامر الأبطوني
بدأ يغير زمام الأمور مع الكيلو الأخير. هنا كيف والغادم الحاكمة، الحاكمة رسالة بالراشد ود الخيزران مع المركز الثاني، ولكن خلاص المعركة ثنائية، الحوار ثنائي، الحوار ثنائي ما بين كيف وما بين الحاكمة. يا سلام، الله 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 الله، يا هذا التحدي، الله يا هذا الصراع، الصراع ثنائي والتحدي ثنائي مع ال 400 متر الأخيرة، مع الأمتار النهائية، لمن الفوز، لمن 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 ناموس الشوط الأول. والشوط الأول مسته غير حساس، يجمع نقوة امتار يا راعي كيف علي بن عامر البطيني، البطيني راح بالشوط الأول، راح بالفوز، راح بالناموس. سلام كيف، سلام سلام يا ابو عامر، سلام، اسعد الله صباحك يا ابو عامر بكل خير، واشكرك على هذا العرض المميز. سلام يا ابو عامر، سلام علي بن عامر البطيني، من يذهب ناموس مع كيف. تهانينا وناموس المركز الثاني، وصلت الحاكمة سالم بن راشد وود الخيزران، والمركز الثالث، المركز الثالث نوادر حميد بن علي، حميد بن علي لينيبي، والمركز الرابع ايضا بروق ناصر بن علي بخادم الزرعي مع رابع الاسماء ورابع الشعارات. هكذا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 6:26 تسجل معنا بهذا الشوط ايضا اللي هي كيف لعلي بن عامر البطيني. تهانينا والناموس.